نعم، وقد سبق الكلام عن فضائل الصحابة وأنهم يتفاضلون فيما بينهم، هم يشتركون في الصحبة، في فضل الصحبة يشتركون في هذا، ولا يشاركهم أحد ولا يلحق بهم أحد، لكن هم فيما بينهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. وليس معنى هذا إذا ذكرنا أن بعضهم أفضل من بعض أننا نطعن في المفضول أو نتنقص المفضول، هذا لا يجوز، ما نتنقص المفضول وهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.